الحرية الجنسية هي أول طريق لعلاج ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع، نعم أم لا؟ نعم. نعم، حلو. كيف برأيك لازم تترجم هذه الحرية الجنسية لحتى نخفف من ظاهرة التحرش؟ دايما كنت بقول ده وناس كتير قوي انتقدوني، بس أنا بقولك أنا اللي جوه بره. يعني أنا شايفة أن من وإحنا في المدرسة، مش بتكلم على مدرستي بس بتكلم عامة على اللي أنا شفته، يعني في دايما حاجة بتخلي الولد والبنت يحسوا أن هما في حاجة مش طبيعية، مختلفين، which is غلط. لما حد بيجي يتجوز والبنت تروح لمامتها، مامتها بتتكسف تقول لها ايه اللي المفروض يحصل. البنت ما عندهاش اكسبيرينس لانه ده طبيعي، هي ما اتجوزتش في السيانس، في العلوم. لو تشوفي المدرس وهو بيدي الكلاس، هو مكسوف، ده علمي ما ينفع. فدايما لما بتحسسي، انا لما احسسك ان ده لا ده مش عارف ايه ده، ما بقولش ان الناس، طبعا انا ضد ان اي حاجه من الحاجات دي تتعمل بطريقه غير شرعيه او بطريقه، لان حتى اي ديانه في الدنيا بتقول لا، المجتمع اللي احنا فيه بيقول لا، بس لازم يبقى فيه ثقافه، لازم ما يبقاش عندنا الخوف او الرهبه من ده، او لازم ما نبقاش بنسرق. يعني لما اتنين يجوا يمسكوا ايد بعض بيروحوا على في النيل ورا الشجره علشان يمسكوا ايد، فتحسي ان هما بيسرقوا، فهما بيحسوا ان دي حاجه غلط. ليه مسكوا ايديهم قدام كل الناس؟ الناس هتبص لهم ازاي؟ ما هو بصي، في حاجات ينفع تتعمل وفي حاجات ما ينفعش تتعمل، وده البنت اللي بتبقى حاطه كل ما انا بقول لك انا مش جادجمنتال، كل حد حر في حياته، بس انت بيبقى عندك المبادئ بتاعتك. على فكره ان حد يمسك ايدك دي مش حاجه، يعني كارثه، دي احاسيس يا جماعه، مش بقول ان لا بقول يبوسوا بعض ولا بقول، ما اقدرش اصلا اقول كده، ولو قلت كده هيموتوني. بس اللي انا بتكلم فيه، ما بتكلمش في حاجه سكشوالي كده، انا بتكلم في الفكر نفسه، الثقافه بتاعه الموضوع ده. يعني لازم يبقى في ثقافه في الحته دي علشان ما نحسسش الناس ان في حاجه غلط، فعلشان كده بيحصل ده. ان نبتدي فكرك من المدرسه يكون فيها ثقافه جنسيه، من البيت بطريقه علميه، بطريقه صح، علشان تتوضح الصوره امام، علشان ما يبقاش فيه رهبه، عشان ما يبقاش فيه او جهل بهذا ما يبقاش الموضوع. فيه جهل. يعني دي وجهه نظري الصغيره جدا يعني.